افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه رئيس المجلس الاعلى للصحه رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وحده الرعايه الشامله بمركز عبد الله بن علي كانو الكائن في منطقه عالي التي تم تخصيصها لعلاج الحالات القائمه لفيروس كورونا التي لا تعاني من الاعراض، وذلك بحضور وكيل وزاره الصحه الدكتور وليد خليفه المانع وعدد من المسؤولين. وتعد هذه الوحدة من أكبر المنشآت الطبية المخصصة للعزل والعلاج، حيث تضم 814 سريرا وتدار من قبل وزارة الصحة. وثمن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم المتواصل والتوجيهات السامية من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله، كما رفع معاليها الشكر إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على متابعة سموهما الدائمة لكافة الجهود المبذولة لفريق البحرين الواحد لتعزيز الصحة وسلامة الجميع. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة خلال جولته التفقدية أن تنفيذ هذه الوحدة المتكاملة يأتي في سياق تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج، مؤكدا بأن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يعمل بمنهجية واضحة وخطة متكاملة تماشيا مع الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، وذلك للتعامل بكفاءة ومرونة عاليتين مع كافة المستجدات وفق كل مرحلة من مراحل انتشار الفيروس بما فيها تعزيز زيادة الطاقة الاستيعابية عند الحاجة. وشدد معاليه بأن مملكة البحرين ستواصل جهودها الحثيثة على كافة المستويات من خلال توفير كافة الإمكانيات والموارد البشرية المؤهلة وتشييد المنشآت الطبية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود الذي نتطلع إليه جميعا، وهو القضاء على هذا الفيروس والتغلب عليه بنجاح بعون الله سبحانه وتكاتف جهود الجميع. وتأتي هذه الوحدة الميدانية الكائنة في منطقة عالي المجهزة بكافة التجهيزات البشرية والطبية والمساندة من ضمن سلسلة متكاملة من مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج المخصصة لاستقبال الحالات القائمة والمخالطين والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، بالتوازي مع الفحص المكثف والعشوائي الذي تقوم به وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة. وفي هذا الإطار استمع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا السيد إبراهيم علي النواخذة عن مشروع الوحدة الميدانية الذي سيدار من قبل المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة لرعاية الحالات القائمة الناتجة عن فيروس كورونا، والذي يأتي ضمن استعدادات الفريق الوطني لضمان توفر كافة المستلزمات لتصدي لأي حالات. وأضاف أن إنجاز وحدة العناية في هذه السرعة القياسية هو نتاج العمل الدؤوب لروح الفريق الواحد، وستتخذ دائما أي إجراءات تضمن توفير الخدمات الصحية لجميع المتواجدين في المملكة ومكافحة انتشار الفيروس. الحقيقة أن مفتاح هذا المكان حقيقة بيكون مكان للبحرينيين المصابين بالكورونا البوزيتيف. المكان حقيقة كبير يصير حول 814 سرير، وإن شاء الله يعني بيكون بياخذ اغلب البحرينيين اللي او ان شاء الله كلهم اللي في اللي عندهم او عندهم بوزيتيف، وعندنا مكانات مخصصه للنساء ومخصصه للرجال، والمكان الحقيقي جديد وموسع من قبل. الاخوان في الهندسه في وزاره الصحه الحقيقه كانوا اشتغلوا عليه مده اسبوع بشكل يعني الحقيقه يعني جهد جبار وبطريقه انه يعني ابداعيه، بحيث نتجزا المكان ونحط فيه كل الاسره وتقسمت الاسره كل واحد حوله في ستاره يعطيه نوع من الخصوصيه. فهي كلها الحقيقه تم في تقريبا يمكن سبعه ايام او نسبيا اقل. لما استلمنا المبنى كان دورنا تهيئه المباني الموجوده الى استقبال المرضى، فكان مهمتنا ان نتاكد ان التكييف شغال، الماي الحار، الماي البارد، الاحتياجات الثانيه اللي يحتاجها المبنى، مثلا ان نحط الستاير على اساس ان الحفاظ على خصوصيه المرضى،
وباقي الخدمات اللي كان يحتاجها. والحمد لله رب العالمين اشتغلنا وقدرنا ننجز ونجهز المباني في وقت قياسي. إنجاز بعض المهمات في وقت قصير هذه تتطلب عدة أمور، يعني أول أنك تعرف المحيط والبيئة اللي انت حولها، يعني مثلا أن المباني مركز كانوا لإعاقة مهيئة كان لك صالات معينة، شلون يجيني التخطيط تقسمه بحيث يتناسب مع متطلبات المرضى من حيث المساحة الاستفادة القصوى من المساحة إلى آخره. مثل ما ذكرت لك التحديات الوقت القصير، فكان عملنا مجموعات وتم تقسيم المجمع لزملاء سواء من المهندسة سواء من الأطباء من الممرضين الإداريين إلى آخره، تقسيم كل واحد عنده مهمة معينة ينجزها. التحديات خلقت لنا فرص، والفرص هذه إنها شلون نتغلب على عامل الوقت اللي هو كان أساسي بالنسبة إلينا إحنا. لما تكون الأعداد كبيرة بهالحجم هذا على أساس تحتاج إلى أن تجهز له هذا الشيء، فهني عندك عامل الوقت والعامل الفريق اللي بيشتغل معك. التحدي الأساسي إنك إحنا ما إحنا في يعني التخصصات مختلفة، هندسة على أطباء على تمريض على خدمات على هذا كله مثلا، لكن روح الفريق الواحد وحبهم أن ينجزون العمل في الوقت المطلوب هو هذا أكبر تحدي، وصار لنا فرصة أن احنا خلقناها وانجزت في هذا الوقت.